عليكم البنات، كي صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ وانا كنقرب وجهي. المهم بعدت الكاميرا دابا، قديت هذيك العصا عاتي البارح، درت على الرباط مزيان من عند ماما. نزلت في الرباط، خديت طاكسي للرباط وبقيت كنقلب عليك اللعيبه باش نخشي فيها التليفون، والو واش لقيتها. دابا ناخذ ان شاء الله عصا كلها كامله، واخا صراحه هذه اللي كانت صيفطت ليا وصفات شاديه الألمانية ديال هاما، ماركه زوينه صراحه، ولكن ديك اللعيبه اللي كتخشى فيها التليفون ما لقيتهاش، وبالاحرى ما لقيتش قد الحجم ديال البورطابل ديالي. دابا البنات اليوم السبت، ما نعاود لكمش كنلقيت داري، انا نوريها لكم غادي تخلعوا. وواحد الحاجه اللي غادي نزيد نفسرها لكم، اني جيت البارح لقيت الدار حاله، بعدا كنغسلت المواعن، نقصت شي حاجه ديال المواعن، دوس جفاف، كبيت شويه جافيلو ساني كرواح، حكيت الحمام اعزكم الله. علاش؟ حيت هادو هما الحوايج اللي ما نقدرش ندور فيهم ونشوفهم مرولين. دوزت شي طيبه خفيفه، ولكن غادي تشوفوا الدار ديال وحده خوات الدار، 3 ايام لقاتها. شنو نقول لكم؟ تصوروا الزوان ديال الفرخ لقيتو داخل الصاله، ما عرفتش قلت ليه واش انت كتوكل الفراخ في، يعني انا كنت كنبغي نعطيهم الماكله كنقصوا وسط الدار كنحطهم فوق الطابله، كنخوي داكشي في واحد الخنيشه هكذا ما كنروش. هو عاتيه كي لقيت الدار والله الا تخلعت، وباقي ليا التصبيب في السطح، ما عرفتش اليوم غنصبح، واقيله غادي نسبن، واقيله غادي نحيد واحد الكميطه وحده غادي نسبنها يمكن ديال الصاله. علاش البنات؟ حيت الماكينه ما كتهش ليا الطلامط بزاف، وخاصني ضروري نحيد المهم شي حاجه، اما نحيد المخان حيت هاد الصالون هذا توسخ، اختكم وسوسه الا شمشمات شي حاجه ماشي هي هذيك خاصها تصبن. المهم حيت الطلامط صراحه بداو كيطبعوا بانوا ليا توسخوا، واخا حنا كناكلو في وسط الدار والطلامط ديال وسط الدار باقي نقيين، ودوك الصاله حيت ترول وكنقصو فيهم بزاف هاد البرد، عرفتي راه مكمشين. اختكم كازه كتهضر معكم دابا وفيها البرد، يلا يلا نسخنوا يلا. كل مذوق ديال الشغل، والشغل رياضه. يلا هي صراحه راه الشغل راه ماشي رياضه، رياضه هي تخرجي تسالي تمشي تجلسي في شي جريده تجري، ولكن مره تنقي ركاليك حتى هي رياضه. واليوم غادي نشرح لكم كيفاش ان شاء الله، ماشي اليوم يمكن نقدر ندير لكم فيديو خاص كيفاش تحاولوا تنظموا وتخليو التخمال بوحدو، يعني التنظيف العميق بوحدو، وغيت ندوزو غير من الفوق من الفوق هذيك بوحدها، لان الحاجه اللي دوزي غير من الفوق من الفوق راه ماشي هي اللي غادي تجبدي الركالي وتنقيهم، حيت الناس اللي جاوا ما غاديش يقلبوا الركالي، وهذا الشيء اللي كنت غلطه فيه انايا شحال هذه. المهم ما بقاش كثر عليكم الهضره، وانا مشيت تحليت كسيطه، يلا انا بشوج مع الصاله. المهم انا اليوم غادي نجرب مزيان وغنجرب الركالي وغنشوف شنو فيهم، شوفوا الركالي سلاء شنو مخبي فيهم، يلا زيدوا معايا. حاولوا تختاروا الاوقات ديال الشغل اللي تكون مناسبكم، ما يكونش عندكم الدراري في المدرسه، ماشي كاين بعض المرات الحنايا كالنوع ديال العيالات كتلقايها دارها مع يعني مرتبه مقاده، ولكن ملي كتقلبي الركالي ديالها كتخلعي. وكاينين الناس اللي كتلقاي دارهم هذه عوجة هذه ما مقاداش، ولكن ملي كتجي تقلبي ركاليها كتلقايها كتشعل. ولكن سمحوا لي على هاد الهضره، مولات الركالي اللي وسخه راه ما كتبانش، اللي مرتبه دارها وكتشعل هي اللي كي كلشي كيقول لها تبارك الله هذيك حادقه. علاش؟ حيت هي راه ما كيشوفوش الناس، مثلا ما غيقلبوش لك البلاكارات ديالك يلقاو المعلم مش قلبين، ما يقلبوش لك الماريو يلقاوه مرول، ما يقلبوش تحت الحفه يلقاوها عامره خمله،
هذه هي ضروري البنات، فبالاحسن حاولي تقادي وتنظفي وتعمقي في التنظيف في الاوقات اللي ما يكونوش وليداتك يكونوا في المدرسه مثلا، راجلك مشى لخدمته وكل مره نجبد بلاصه، او داك الشغل اللي غنديرو نوض عليه بكري نعطيه الساعه ديالو اللي مولفه. يعني مثلا كنبدا الشغل مع 10 الصباح مثلا، نفيق انايا قبل شي شويه ونبدا ونبدا الشغل مثلا بدا في 8 باش محريق دي الوقت. ضروري البنات ما تدخلوش التخمال بحال هادشي اللي كنقول لكم، كما قلت لكم ضروري البنات ما تدخلوش شيفشي، لان انا من النوع اللي كنت كندخلت انا شيفشي كيجي راجلي كيقول لي شكون انت كتقيني ديري نهار كامل، يعني وشحال مره كتوقع ليها نفس المشكل، كتنوضي كتشدي بيت واحد كتعطي فيه ساعتين ديال الوقت، كتجبدي البلاكارات كتجبدي البجوره تتحيدي الزرابي تسوسيهم، هادشي كامل تياخد وقت. وفي الاخر كيجي راجلك يقول لك شنو كنتي كديري بالصباح، لانه هو فعلا ما شافك شنو كديري بالصباح، هو راه ما مخليش لك الكاميرات في الدار، او شي حد كيجي عندك على غفله ضايف كيقول لك واش عاد فقتي من العاز. فمن الاحسن حاولوا ما تدخلوش هادشي في الجميع ديال كل نهار، يعني الاوقات اللي يكونوا كيقراو وليداتكم الجمعه الدار غير قاد من الفوق. مهم الناس مي غاجيو عندكم راه ما غاديش يقول لكم نهار الدار مروله، وقولوا كيما قلت لكم راه ما يقلبوش لكم ركانيكم، الناس غدا على المظاهر، ما كيهموش يكونوا انت نقيه من الداخل ولا لا، كيهمو غير من برا. كيما كنقولوا داك المثال اش خبارك من الداخل من برا اش خبارك من الداخل، يعني الناس ما كيشوفوش شنو كاين الداخل، تقدري تدخل شي وحده تقول على دارك واو مرتبه كل حاجه في بلاصتها، ولكن لو تنوض هي تخمل في بلاصتك راه غادي تخلع. وكاينش وحده تدخلي دارها تلقاي هاد الخدة عوجا هادي، ولكن الا قلبتي تلقاي كلشي نقي كلشي مرتب، ولكن الفرق اللي بينها وبيها بين هاد المرا وهاد المرا الترتيب، وكما كنقولوا التاويل غلب اللقا. فضروري يوميا نحاولوا غير قادو دارنا نديو وليداتنا للمدرسه نعطيوهم وقت، نعطيو الازواج ديالنا وقت، ومره في الاسبوع نديروا هادشي ديال الروينه نجبدوه مزيان. وهادشي اللي درت كيما شفتوا هاد النهار راجلي ما غاديش يجي بكري، فحاولت نلقي مزيان ركيناتي ونشوفو شنو كاينين، واخا انا عارفه شنو كاين في ركيناتي، هادشي تقريبا يوميا كنفاري كنمسح الغبره كندير، ولكن كيما كتشوفوا ديك المره غتقول لي سنة عاوتاني ولدك كتب لك في الحيوطه، لا راه ما كتبش لي في الحيوطه، داكشي اللي كتب فيه ديك المره نيت. حاولت هاد المره ندير ليه جافيل، ديك درت ليه سيريال، هاد المره غنمسحو بجافيل. وضروري البنات انا في كل تنظيف كندير قريعه جافيل في يدي وكنمسح الا بانت لي شي حاجه ملمعه، هادوك المخاد غنديرهم تما حيت شفت الشمس قويه، فقلت علاش لا هاد المخاد يشمعو شمس وصافي، غادي نحاول نجمع مزيان وغير غنسالي، غادي ندي ولدي لهاديك الصاله يلعب فيها نفرش ليه تما يلعب باش انا نكمل شغلي في خاطري. وراكو عارفين الدار اللي ما فيهاش بيت الدراري دائما كتكون مروله، ما يمكنش شي دار فيها وليدات صغار وما كتروجش وكتبقى دائما مقاده، راه هذه ما يمكنش الا الا كان عنده بيت الدراري، متفقه معاكم، الا كتحيد عليكم كتصعبش عليكم ديك المساله ديال كل نهار جماع اللعاب، يعني بيت واحد كتجمعي، فانا دائما عندي اللعاب شتي في كل بلاصه، على البنات كنمسح الا بانت ليا شي لميعه هكذا، المهم غبره كنمسح هاد الجافيل وكنعاود الدريره عاوتاني ناشفه. وكما كتشوفوا انا بعت الطلابات والحفه اللي غنقيسهم ما يتقاسوش، هاد الصاله يلا خملتها نقيه، غير كما قلت لكم مره مره الواحد ينفض من الغبار ومع الرطوبه وهاد البرد هذا، مره مره الواحد يقلب كما كنقولوا الركيلات ديالو ويشوف شنو كاين، ونفس الوقت يهوي شي شويه الدار بحال هكذا، حيت حنا النهار كامل وراكو عارفين مع هاد الفصل هذا وهاد البرد الله يفعل ببركته ساد ديال الشراجم، فنهار واحد نخليه الشميشه ونحلو الشراجم، وكل واحد وتخماله، ما يمكنش شي مره تحكم على مره،
كاين اللي تخبلها هكذا، كاين اللي كثر، كاين اللي قل، يعني ما كاينش تقدرش وحده تقول لك لا لا كدير هكذا، لا لا كدير هكذا، وكاين اللي كتقول لك شغلي بحال شغلك، يعني كل مره وكيفاش شغلها. وتبارك الله حضرك، ولا تبارك الله القيات، وكل هذا ومعتمد كتشوفوه تما راه كيحك راسو، راه مسكين باقا عنده بوشويكه، لا طلي حتى في راسو البنات. انا كاع ما شفت بوشويكه، حتى قلبت الطبيبه قالت لي راه حتى في وسط شعره لا يضا ليه. المهم راه بدات كتحيد ليه البنات اللي كيسولوا على معتمد، راه شويه الحمد لله نقص على داك الشيء اللي كان، وداك الغراف بقى فيا مسكين كنمسح. قلت لكم بقى في داك الغرف لان داك النهايه ديالو اليوم غيتهرس صافي، غيتقاد عليه الاجل، ما عرفتش كيفاش حتى طاح تهرس. كما كتشوفوا دابا حيدت عاوتاني الصالون اللي واكل الطق، هو هاد الصالون لورونج حيت هو اللي كيجلس فيه معتمد بالله الاكثريه كيلعب فيه. مهم كما كتشوفوا ركانيه، راه ما تخافوش منه ما تخلعوش، راه ما كاينش الاوساخ هذا، ولكن كاين العلامات ديال الاطفال اللي في الدار، فعادي البنات هادشي عادي. كما كتشوفوا هذاك الشيء اللي كنمسح دابا، العجيله وما ادراك ما العجيله، ما عرفتش انا كيفاش جاتني العجيله، الحمد لله ما لقيت لامط ما فيه والو، وهذيك الباصه عامره بالعجيله كيلعب فيها، ما عرفتش تما كيفاش تخبات. صافي انا تابعه هادشي بجافيل كنمسح فيه كما كتقولوا. المهم اليوم جاتنا العكاز الحداقه، وبغينا ننساو شويه العفن والعكاز، وبدينا نقاو فركاني الله هي الاولى. وحتى نتوما البنات لا عندكم شي حاجه جنود تجبدوها دابا نحمسوا بعضياتنا. وكما شفتوا البنات هنايا ها شنو لقيت، ما تخلعوش من ركانيه، راه ما لقيتش فيهم الدود ماشي ديك الدرجه راه كنضحك معاكم. هنا لقيت غير اللعاب 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 شتين، والعجيله المهم العجيله والطباشير ما بقاوش يدخلوا عندي، والفطرات هادو ما غاديش نعاود نشريهم ليه ابدا. صافي هنايا البنات راه كنحيد الطلامط، علاش غادي نديهم لماكينه الصابون، هما الاولين. عندي ماكينه الصابون ديال الفريك، غنخرجها لبرا، غنخدمها، غنخلي الطلامط كيتصبنوا، وعاد نرجع للصالون ديالي نكملو. هذا هو شغلي البنات، ما عرفتش شكون اللي شغلو بحالي، الطلامط كنصبقهم هما الاولين ملي كنحيدهم، هما والمخاد غادي نديرهم يتصبنوا، وديك الساعه عاد نرجع نكمل الصالون ديالي. وبقاو معايا هنا، ما عرفتش كنخربق كنبدل في الكولور باش زعما يعطيكم الاضاءه، ما عرفتش كنرول هذا كل عام. غادي نجمعهم في واحد البانيو، وغادي يمشيو نيشان الكوزينه يتغسلوا، ضروري غادي يمشيو يتغسلوا مزيان بشامبوان يتغسلوا، وصافي وغنرجع نجفف هذيك البلاصه، والحيط ديالها راه مسحته، الطابله هي مسحتها وشيتها بالشطابه، دابا غادي نعاود نمسحها غير بدريره. لا لاحظتوا الصاله تقولوا لا ما درتلهاش بحال هكذا حيت عندي نقيه عارفه، ولكن هاد الليمونيه انا كندير لهم النوبه، بحال دابا هاد الاسبوع نجبد الكرونه، الاسبوع نجبد لورونج، واش فهمت؟ وصافي البنات انا هنا واخده الوقت ديالي، علاش حيت دايره وكاتباها في كتاب ديالي في اجندا. اليوم عندي التنظيف ماشي العميق، انا ما كنعتبروش عميق، مازال يعني العميق هو اللي خرج الحفه كاملين، ولكن المهم كتنظيف وهذا نحيدو شويه ديال الخمله، نقلبو يعني مع هاد الرطوبه وهاد البروده هادي، ضروري خاص مره مره يتهزو الحفه. شحال واحد كيقول لا ما نخملش في البرد والشتا حتى كيسخن الحال، بالعكس هذاك هو الغلط، حتى في البرد مزيان بحال هكدا تهزي الحفه ديالك ويتفوهو شي شويه، تشوفي الله هي اللي كي كتكون فيه الشميشه، حيت الا بقيتي بحال هكدا حتى للصيف راه تلقاي دارك كتخلع في الصيف. كما كتشوفوا انا دريره واحد الدره فيها جافيل، ومسح الحيط حيت الحيط ما غنوصلش ليه، غنمسحو كامل. وحتى في الصاله اخرى درت بحال هكذا، غير انا كنحاول نزرب لكم باش ما يجيكمش الفيديو ممل. صافي دابا ساليت غات الزربيه هذه، غنحطها في وسط الدار باش غنسالي، غنطلع لواحد الحيط في السطح غنطلقها عليه تضرب الشمس حتى لغدا، عاد ان شاء الله غنشيتها بشي الصابون خليها تشبع شويه شمس، حيت اصلا الشميسه هاد اليومين، فانا واخا كاين البرد ولكن كاين الشميشه. الله يرحمنا بشي شتيوه، ولكن بعدا تشمش لينا بعدا شي شويه،
وصافي غادي نضرب واحد الجفيفه للصالون ديالي كما كتشوفوا، راه كلشي مسحتو تما. بطبيعه الحال راني غنسالي غنطلق الصالون، ما نخليش مهزوز هكذا، ولكن طلابط حتى الغدا ان شاء الله عاد نلبط، حيت راه دابا صبنتهم تقريبا. دابا راه على الصاله ما ساليت، راه تقريبا تصبنوا، دابا غير غنشللهم في الحمام ونعصرهم ونطلع نشرهم معاهم شويه تقال، فغيشدوا لي الوقت حتى لغدا. وضروري الارض كتكون العجينه، المهم راكو عارفين الوداد الصغار، وكما قلت لكم اللي ما عندوش بيت الدراري راه دائما كيتعرض لبيت التلفازه، لهاد الصالون دائما كيتوسخ ليه. الا اللي والد مونيكا ما كتحركش، هذاك متفق معاكم، ما يمكنش شي طفل ما غاديش يوسخ. يعني شحال وحده كتقول لي لا ما تخليش ولدك، ما يمكنش، ما يمكنش ولدك تجلسيه في واحد البلاصه وتقولي ليه ما تحركش، راه ما يمكنش. ضروري كتعلميه النظافات، تعلميه هذا. المهم دابا انا محبقالي غير مشى هاد الساعه هادي. كما كتشوفوا دابا غادي نجمع الطابله، كما خليتها في موعد الفطور، كما كتشوفوا مشيت للصاليشه محديقه قاده ندير، حيت لا مشيت للكوزينه ما غنعكز نمشي للصالون، ما عرفتش كنوريكم دابا. وصافي دابا غادي نجمع الطابله وغندخل نيشان باش نصايب الغدا ديالي ونجمع هاد الصالون هذا. هاد البطانيات البنات علاش حاطاهم؟ هاديك البطانية غنصبنها، دوك طلابط كنتسنى الفركة الأولى تحيد. وشوفوا البنات الدنيا كي دايرة عندي، المهم إن شاء الله كلشي غادي يترتب. ومعتمد راه فين حلفت عليه، قلت ليه سما غادي تجلس ما غاديش تتحرك، فهو مسكين سمع كلامي، راه جالس كيتفرج في الروسو. ومن الهالي تيتشمش شي شوية حتى هو. وصافي دابا غنمشي ندخل لكوزينتي باش نصايب غدايا. كما كتشوفوا دابا بديت نقاد الصالون، لا لاحظتوا التنظيف هذا جاني الحماس، ما كنتش صراحه غادي نمشي لوسط الدار، كنت غنجمع عادي، فانا قلت والله تنحيد هادشي نسوسو. يلا نخمل هاد الصالون هذا، ماشي بزاف ما كملش شي 15 يوم باش خملته، ولكن ضروري قلت نقلب لقيت شي حاجه. سالقيق لقيت وسط الدار نقيه بزاف، غادي ندوز واحد الجفيف غير دغيا فازق ولا شف، وغنمسح شويه الحيط. هادشي اللي غادي دير اختكم سالا كاع كتبدل المسكنه نسات راه كتصور. المهم ها انا عزيزه عليا المسكنه اللي كنكون قضي الشغل وما عزيزش عليا ندير الموسيقى، شحال اللي كانت عزيزه عليا تطلق الموسيقى، دابا راسي ولا كيضرني البنات. دابا صافي غير كنقضي شغلي وصافي. هنايا درت واحد الدره فازقه كيما كتعودتو من الاول، شويه جافيل ونمسحو شي شويه الغبره. دابا صافي جينا للسياق، غنسيق هاد الدار نكرمها مزيان بالسياق. كما كتشوفوا صافي غنسيق الكوزينه كما كتشوفوا، حكيتها بتيدو جافيل. وصافي درت الوسط الدار البنات حتى هي، غنضرب لها واحد التكريطه نسيقها. على عزيز عليا السياق، كنفضلو حسب الجفاف، ولكن الاسبوع صراحه كيكون الولد في المدرسه وهذا كتكوني مزروبه باغا غير تجفي دارك وتجلسي اكثر مع هذا البرد هذا. ولكن دابا غادي كما تشوفوا غنشف الدار مزيان باش غنسالي نشر الطلابط. وهلا اللوبيا راه طفيت عليها صافي راه طابت. اصلا الفايونس دغيا كيبان، يعني كتسيقيه شي شويه بشويه تيد وهذا دغيا كيبان.
وهذيك الثلاجه البنات اللي خاصني نحيدها، خاصني نمسحها، خرجتها تما هي وديك الطابله صالامونجي حليتها، نضرب ليهم مسحه وان شاء الله غير نصبغ الباب والشرجم هما اللي بقاو ليا، وندخلها ان شاء الله لبلاصتها. انا البنات حطيت اللوبيا ديالي، نشرت الصبين ديالي، وحطيت الغدا باش نتغدى، ونيشان غنعس نرتاح. صراحه عييت اليوم، راك شو من الصباح وانا واقفه، ما درت لا غوتي لا والو، حيت ما عنديش صراحه. صافي اكتفي طاحو، فراجلي جاب شويه الباتاشو، فيت شويه الحليب، وجاب المعتمد حليوه، وكتعجبو حلوات لاكريم. غنديرو دابا كاس صافي. خرج له هنايا كما كتشوفوا، مشي لا كارفور، كنا غادي نشريو واحد، ما بغيتش نخليكم مفاجاه ان شاء الله، كنت غادي ناخذ واحد يعني نشوفوا الاجهزه الالكترونيه، نشوفوا شنو كاين البروموسيون. هذا ساعه كلشي صراحه غالي، فقط الفرارات ديال الضو صراحه غزالي للبنات صراحه، ورخاصين يعني بحال هاد الفران داير 11000 ريال، راه صراحه غزال، ويدي داتو بحال ديال النحاس، عجبني صراحه. هو صراحه صغر من ديالي شي شويه، ولكن غزال صراحه. هذا فرصه، هو هاد الحمر، هذا الحمر واقيلا داير 12000 ريال، غزال هاد الحمر صراحه، حمقني. كنضحك مع راجلي، قلت لي هذا هو اللي خاصني للكوزينه، حيت انا دايره غندير ان شاء الله الحمر. وهادو ديال النحاس غزالين، هادو ديال النحاس، الديكورات ديال النحاس، وكاينين الشميعات. المهم انا بديت كنصور لكم، ولكن كارفور المهم صراحه ما بقيتش كنقدر نصور، كنحشم صافي. الا جينا بكارفور كنا غادي نشرو حاجه، صراحه جيت مقلقه، ولكن نفس الوقت ما يمكنش نشري شي حاجه اللي غاليه ماشي تستحق الثمن ديالها. صافي حيت قرب راس العام، لا صراحه ما شريتهاش. المهم غنخلي لكم ان شاء الله مفاجاه حتى نشريها. صافي، وخديت كونفليكس المعتمد، غير شافو قالك ماما كونفليكس ودالون كيعجبو هاد دالون الشوكولات، خدينا ليه باكية الفرماج. المهم باش ما نخرجوش هكداك خاويين، وصافي ما معولينش حنا نتقداو صافي، غادي على غرض صدقنا. هذا وخديت قرعة المولادة، حيت فكرت قلت لراجلي غنديرو طاكوس، خدينا قرعة المولادة هكداك تعجبنا ديال الاناناس، ودزنا الكزر، خدينا الصوصيص، وخديت المعتمد اللي لوكيت ديال الدجاج، خديت ليه غير 10 دراهم ديال لي لوكات كيعجبوه، هو ما عندوش مع داك الطاكوس والبانيني با كيبغيهم مش معتمد، ما عندوش معاه هادشي سبحان الله العظيم. اكثر هي البانيني، البانيني كياكلهم بعض المرات الا كان فيه الجوع، ما عندوش هو مع داكشي الزنقه بزاف، فداكشي علاش خديت ليه هاد لي لوكات نقليهم ليه وصافي، عزيزين عليه بالدجاج. وجبت شويه الفرماج وصافي، باش غندير العشاء دابا، ندير طاكوس ونقلي شويه البصله وبطيشه، ندير العشاء وصافي. العشيوه ديالي البنات طاكوس، حنا غنتعشى انا وراجلي معتمد، ما عندوش كما قلت لكم معاه هذا الشيء سبحان الله، حتى الصوصاص ما عندوش معاه، خديت هاد لي لوكيت غياكلهم صافي. وصافي هنايا نتعشاو في رحمه الله، ونعسو في رحمه الله صافي. هاد الشيء صراحه عييت البنات، هنا كنتعشى وباغا غير نحط راسي صافي، عييت كاينش حسن من الطاكوس صراحه في الدار. انا ما بولفاش ما عمري جربتو، تجربتو في دارنا ومع اختي باش كنت صايبته، وجربته دابا صراحه لقيته زوين في الدار، زعمت عليه هكذا حسن ورخيص صراحه، الله يحسن العوان. ما يمكنش عائله يعني تاخذ كل واحد 500 ريال الفرد، غالي غادي يجي بزاف. وهنا غنقول لكم بنات ما تنساوش لي لايك، وشكرا لكم، بالسلامه عليكم.